طيب معلش معلش يعني نروح للمنتخب الاول شويه. معلش انا عارف ان كل الناس زعلانه بصراحه، وحاله احباط موجوده اه فعلا عند الناس كلها من المنتخب الاول، المنتخب الاول بالتحديد. لكن في نفس الوقت انا عايز اقف عند خبر بس لسه قاريه قبل ما ادخل الحلقه من الشروق، وبيقول لك ايه الخبر؟ بيقول لك البدري يقرر العفو عن لاعبي بيراميدز. طيب الشروق كاتبه كده، خاص موقع شروق يعني كاتب خاص البدري يقرر العفو عن لاعبي بيراميدز، يعني الخبر ده على عهده الشروق. لكن انا السؤال، لو كابتن حسام البدري قرر العفو خلاص، هل ده التوقيت للعفو؟ طب فين من بدري؟ طب اصلا احنا بنعفو عن لعيبه بيراميدز ليه؟ هم عملوا ايه؟ اللعيبه عملت ايه بتاع بيراميدز عشان ما يروحوش المنتخب؟ هو ده السؤال اللي نفسي اعرفه. طيب الكابتن حسام البدري، وانا اتكلمت في الموضوع ده امبارح وكلمنا مع حضراتكم فيه، يعني لما خد القرار هل لاعبي نادي بيراميدز غلطوا في حاجه عشان ما يروحوش المنتخب، ولا القرار كان عند، انا بتكلم بصراحه يعني انا بحب اتكلم بصراحه معلش، يعني كان عند مع نادي بيراميدز، مين اللي اتضرر في الاخر؟ المنتخب. فدلوقتي جاي كابتن حسام البدري يقرر العفو عن لاعبي بيراميدز، ماشي مفيش مشكله، المهم ان احنا نعالج بس الامور الفتره الجايه. يا جماعه بالمناسبه لان البعض بيفسر كلامنا غلط ان احنا واخدين اتجاه مثلا ضد الجهاز الفني او حاجه، بالعكس من الاخر انا كنت مقتنع جدا ان افضل المدربين اللي ينفع يمسكوا منتخب مصر دلوقتي هو الكابتن حسام بدري. راجل عنده شخصيه قويه مع اللاعبين، راجل عنده السي في المحترم بصراحه. لما بنيجي نتكلم على الوطنيين لا ابرزهم الكابتن حسام بدري، دي حقيقه، واختيار انا شايفه معظمنا كمان شايفه ان هو اختيار صائب. لكن في نفس الوقت انا كنت بخلق لنفسي الازمات كمدير فني لمنتخب مصر من فور تولي المسؤوليه. هو كمان تطرق كابتن حسام بدري، قال لك ايه؟ قال لك ان احنا كان الوقت ضيق وان الاتحاد اتاخر في الاعلان عن المدير الفني، فدي برده من ضمن العقبات اللي واجهتنا. بس انا عايز ارجع برده لحته بيراميدز دي في نقطه مهمه عشان تاكد بس كلامنا، وقال ان القرار ده هو كان واخده لفرض الانضباط والالتزام على الجميع خلال الفتره المقبله. الانضباط والالتزام على مين؟ هل لعيبه بيراميدز ما كانوش ملتزمين؟ ما كانوش منضبطين؟ الناس كانوا عايزين يروحوا المنتخب، النادي بتاعهم ما رضيش، احنا عاقبنا اللعيبه ما عاقبناش النادي. هو مش هينفع تعاقب النادي لان النادي كان شايف ان لسه ميعاد الاجنده الدوليه ما جاش. انا مش بدافع عن بيراميدز يعني، مش بدافع، بيراميدز المسؤولين غلطانين، لكن في نفس الوقت انت غلطت انك ما خدتش اللعيبه اللي كان ممكن يفرقوا معاك، المفروض ان انت من غيرهم كمان تكسب يعني. بالمناسبه يعني في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري وجهازه المعاون، لان برده في الحقيقه اي حد بيتكلم دلوقتي يقول لك ايه احنا ممكن نغير الجهاز الفني، لا ده كلام غير منطقي اطلاقا يعني، كلام ما يفيدش في اي حاجه يعني. طيب الكابتن حسام البدري كمان بيطالب اللاعبين باغلاق ملف جزر القمر بعد العوده للقاهره. احنا المفروض نطالب كل الناس الحقيقه ان هي تغلق الملف ده، لازم ننسى الماتشين دول، ننساهم ارميهم كده وراك، مباريتين للنسيان. تفكر بقى في اللي جاي، انت عندك التحدي الاولاني بقى والتجمع الاول هيكون في شهر 3 شهر مارس، وتصفيات اول جوله في تصفيات كاس العالم. اذا انت المفروض تكون مستعد، مش عارف هيبقى في معسكر ازاي مثلا في النص، يعني انت عندك بقى مباريات، انت مأجل دوري ومأجل ماتشات كتير، فانت عايز تلعب كل التحديات اللي عندك، وبعدين عندك ايه ارتباطات افريقيه للانديه. فانت هتلعب اول جوله في كاس العالم في تصفيات كاس العالم في شهر 3 من غير استعدادات للمنتخب. مش عارف هي هتبقى معادله صعبه في الحقيقه، لكن انت مجبر على كده خلاص. والسبب في الازمه دي احنا لازم ما نغفلش خالص اتحاد الكوره، اللجنه الخماسيه، هم مذنبين وليهم دور كبير جدا في المستوى اللي احنا واصلين له بالمنتخب الاول. انت خلصت البطوله بتاعت افريقيا، الجري مشي من يوم الماتش بتاع جنوب افريقيا في شهر 7، واللجنه جت في شهر 8، وقعدوا شهر كمان عقبال ما جابوا مدير فني، فانت ضيعت اجنده دوليه كانت في النص كمان ممكن تستفاد، معسكر كنت تستفاد منه. فالتأخر في الإعلان عن المدير الفني، قعدنا فترة مين ده اللي جاي، ولا ده اللي جاي، ولا مين ده خلاص هو اللي جاي، تلاقي واحد تاني جه، برضو ده سوء إدارة في الحقيقة يعني. الأهم يا جماعة الأهم والله، الموضوع مش مجرد انتقاد وخلاص، كلام أعتقد إن هو منطقي يعني، وحضراتكم تقيموا في كل الأحوال، وأكيد حضراتكم بتقيموا أحسن مننا كمان كل اللي بتشوفوه وبتتابعوه في الكرة المصرية. لكن الأهم في كل الأحوال إيه؟ يا جماعة عالجوا كمسؤولين على الرياضة في مصر، وزارة الشباب والرياضة، الاتحاد المصري لكرة القدم، عالجوا، شوفوا الأزمة فين وعالجوها. مين المتسبب في التدهور الفظيع ده الواضح لمنتخب مصر، وشوفوا المعالجة تبقى ازاي. المهم يبقى في خطوة للعلاج، زي ما كده ما كانش في خطوة لعلاج الأزمات اللي كانت في بطولة الدوري السنة اللي فاتت، زي كده ما فيش خطوة للفار لحد دلوقتي
المغرب طبقت الفار واحنا ما طبقناش الفار، فانا مش عارف ليه يعني. فلازم المسؤولين يفكروا ازاي في كيفيه علاج الازمات في الكره المصريه عشان نبتدي بقى نطلع بالمنتخب اللي زي ما قلت لحضراتكم امبارح خد غطس مش عارف يطلع منه، ولغايه دلوقتي احنا مش هنطلع من الغطس غير لغايه لما نعالج، هنفضل كده غرقانين. المنتخب غرقان، المنتخب الاول يبتدي يطفو بقى على سطح المياه كده يعني، تمام، لما نبتدي احنا نعالج الامور يعني. الواحد زعلان في الحقيقه من امبارح.